في التحليلية، نتنياهو يدخل على خط كاريش، اتهامات للابيد بالتراجع، كيف يوظف الملف في البازار الانتخابي؟ استشهاد فتاة عراقية برصاصة طائشة، مجهولة المصدر أم أمريكية؟ كشف جديد عن ممارسات الجيش الأمريكي، حسابات وهمية للتحريض والتهويل، خرق فادح للقواعد والقوانين. وفي قضية اليوم، موسكو والتعبئة الجزئية، أبعاد جديدة للمواجهة الروسية الأطلسية، أي تحولات استراتيجية في عالم اليوم؟ التحليلية تأتيكم الساعة 6 مساء بتوقيت القدس الشريف.